لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في العربي الجديد، الولايات المتحدة ترفض بيع إيران مشتقات نفطية للبنان. في القدس العربي، عدد حالات الإصابة بكورونا في العالم يتجاوز 12 مليوناً. في العرب اللندنية، إيران تستفز روسيا بوضع يدها على الدفاعات الجوية السورية. في صحيفة الرؤية الإماراتية، وفاة أسير فلسطيني بعد 26 عاما في سجون الاحتلال. في الشرق الأوسط، عبر مياه الصرف، إيطاليا تترقب موجة جديدة لكورونا. في صحيفة إنديبندنت، كورونا يحكم على الصحف السودانية الصامدة بالإغلاق. في موقع عربي 21، إيران ونظام الأسد يوقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكري. السلام عليكم. يقول الكاتب صالح القلاب: ربما أتباع علي خامنئي وقبله أتباع آية الله الخميني لم يقرأوا التاريخ جيدا ليعرفوا أنه كانت هناك دولة صفوية إيرانية على رأسها إسماعيل الصفوي الذي كان دمويا، حيث قتل في ذلك الحين نحو 1 مليون مسلم، ولكنه ما لبث أن انتهى نهاية مأساوية. وهذا بالتأكيد سيكون مصير هؤلاء الذين اخترقوا بعض دول العالم العربي طائفيا وعادوا للمسلمين النزاعات المذهبية والطائفية التي من المفترض أنهم قد تجاوزوها على أساس الوطن للجميع. لم يبتلى العراق العظيم على مدى تاريخه الطويل بمثل ما أصبح عليه منذ عام 2003، فتنظيمات الطائفية الإيرانية باتت تتناهشه كتناهش الذئاب الكاسرة للشاة المنفردة. فهناك حزب الله الإيراني الشقيق المذهبي لحزب الله اللبناني، ووكيله حسن نصر الله الذي يبدو أنه أحل ضاحية بيروت الجنوبية محل قصر بعبدة. وهناك الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق وحزب الدعوة الإسلامية وعصبة الثائرين وغيرها من التنظيمات الكثيرة. ومع طلوع كل شمس بات يظهر فصيل جديد ولو بشخص واحد، والكل يدعي أنه حرر بلاد الرافدين من بقايا صدام حسين، وأن من حقه أن يأخذ حصته من هذه الغنيمة. والمعروف أن الخميني بعد عودته من فرنسا التي أقام فيها في نوفيل لو شاتو بدأ يعد لحرب إيران ضد العراق منذ سبتمبر عام 1980 وحتى أغسطس عام 1988، والتي كانت حرباً إيرانية عربية، حيث كان انحياز العرب بصورة عامة إلى أشقائهم العراقيين. إن المقصود بهذا كله هو أن كل هذه التشكيلات والتنظيمات الطائفية الفعلية والشكلية لم يكن لها أي دور في إسقاط نظام صدام حسين، وأنها جاءت متأخرة جداً بعد عام 2003، إذ أن من أسقط هذا النظام ومن أعدم رئيسه هم الأمريكيون، والذين يستهدفهم الحشد الشعبي وحزب الله الإيراني وغيرهم الآن بقذائفهم، وتطالب إيران بإخراجهم. ويضيف القلاب: وهكذا فمن الواضح أن مهمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في غاية الصعوبة، فهذه المجموعات الطائفية التي باتت تجتاح العراق بالطول والعرض قد تتمكن من الانتصار إن لم يكن له إسناد من العراقيين شيعتهم قبل سنتهم ومن الأمريكيين وأيضا من قبل بعض الدول العربية المعنية، فهذا البلد بوضعه الحالي قد ينتهي إلى الانهيار إذا لم يتم إخراج إيران وكل هذه التنظيمات الإيرانية منه. تقول الكاتبة نبراس المعموري: ضعف السلطة التشريعية في الإقدام على أي خطوة تحسب لملف الانتخابات، والبعض فسرها بأنها تتعمد التأخير والمماطلة لأنها المتضرر الأكبر من الانتخابات المبكرة، خاصة أن بعض الكتل السياسية المتنفذة كانت بالضد من الكثير من المواد التي تضمنها مشروع القانون وصرح بذلك بشكل علني، والبعض الآخر ظل يناور ليكسب الوقت ويحفظ ما وجهه أمام ما ترتب عن الاحتجاجات الجماهيرية ولو شكلياً.
ما زالت كواليس السياسة تتحدث عن قانون انتخابات مجلس النواب وكيفية التعامل مع مشروعه الذي أقره البرلمان في ديسمبر من العام الماضي بعد مخاض عسير وخلافات عكست حجم القلق الذي سيطر على الكتل السياسية. وبالرغم من تمرير 35 بنداً من المشروع من أصل 50، ظلت 15 بنداً المتبقية محل نقاش ومقترحات بين تعديل أو تغيير. إن إجراء انتخابات مبكرة في ظل الوضع الراهن لن يكون بالأمر السهل، كما أن المفاوضات والتصريحات والاختلافات التي شهدتها العملية السياسية إبان تشكيل حكومة الكاظم وما ترتب عليها لاحقاً من خطوات فسرت بأنه يهيئ نفسه لمرحلة جديدة يكسب خلالها الشارع العراقي، خاصة بعد استقطابه لبعض الوجوه الإعلامية، تجعلنا على يقين أن بوصلة القرارات ما زالت ضمن العبارات العريضة التي تسعى لتعبئة الرأي العام وتهدئته مؤقتاً بعيداً عن التطبيق الفعلي الملموس بسبب توالي الأزمات بكل أنواعها وصعوبة حلها ضمن توقيت استثنائي. من جانب آخر، نؤشر ضعف السلطة التشريعية في الإقدام على أي خطوة تحسب لملف الانتخابات، والبعض فسرها بأنها تتعمد التأخير والمماطلة لأنها المتضررة الأكبر من الانتخابات المبكرة، خاصة أن بعض الكتل السياسية المتنفذة كانت بالضد من الكثير من المواد التي تضمنها مشروع القانون وصرح بذلك بشكل علني، والبعض الآخر ظل يناور. وتضيف المعموري، ضمنياً ظل يعمل على حفظ استحقاقاته بمراوغة إعلامية وإعلانية ووجدانية. أخيراً ورقة الاصطفافات الانتخابية فرضت معادلة لعبة الوقت وإشغال المواطن بهمومه اليومية، خاصة بعد جائحة كورونا التي زادت الأمر تعقيداً على البعض ونفعت البعض الآخر الذي قد يعمل في اللحظات الأخيرة على تغيير ما يعرقل مزاجه، خاصة بعد المناوشات السياسية والأمنية ذات الطابع الإقليمي والدولي. يقول الكاتب فاروق يوسف: القاتل ليس مجهولا هذه المرة، غير أن القبض على قاتل الهاشمي وتقديمه إلى المحاكمة سيكون خطوة في الطريق الصحيحة، أولا لأنها ستنهي ظاهرة الاغتيال السياسي، وثانيا لأنها ستوقف عمليات الابتزاز السياسي، وثالثا لأنها ستعري تلك الميليشيات من شرعية وجودها باعتبارها جزءا من الحشد الشعبي. سيكون الأمر صعبا من قال ذلك. لم يكن المقصود باغتيال هشام الهاشمي في بغداد التخلص من صوت كاتب ينادي باستعادة هيبة الدولة وضبط واحتواء الميليشيات الإيرانية بسلاحها الفالت، بل كان المقصود وضع الحكومة العراقية التي يتزعمها لأول مرة منذ الاحتلال الأمريكي رجل لا يحظى برضا إيراني أمام حائط أصم. في ظاهرها تبدو عملية الاغتيال الآثم جواباً على العملية التي ألقت الحكومة من خلالها القبض على عدد من مقاتلي تلك الميليشيات منعاً لقيامهم بإطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء وهي منطقة الحكم والسفارات، غير أنها في جوهرها تنطوي على رسالة غاضبة مفادها أن على الحكومة ألا تكرر المحاولة وتترك الميليشيات في حالها من غير أي مس بوجودها العسكري وبمصالحها الاقتصادية. وإذا ما اكتفينا بالنظر إلى المشهد العراقي مثلما تبلور بعد أكثر من 17 عاماً من الانفلات الأمني، فإن كل التوقعات ستكون يائسة من جهة قدرة الحكومة على القبض على الجناة وتقديمهم إلى القضاء من أجل أن ينالوا عقابهم العادل. غير أن تلك النظرة قد تخون الحقيقة، ليس لأن الحكومة قوية بذاتها، بل لأن هناك إرادة شعبية يسندها تعاطف عالمي قد استحدثت واقعاً مجاوراً سيكون بمثابة قوة ضغط لن تتمكن الميليشيات من الصمود أمامها. غير أن ما حدث هذه المرة سيكون مختلفاً، وقد تكون جريمة اغتيال الهاشمي واقعة مفصلية في علاقة الدولة بدعاة استمرار لا دولة التي سعى الهاشمي إلى فضح رؤوسها والمستفيدين منها. ويضيف الكاتب: ستكون المواجهة حاسمة بين حكومة ترغب في استعادة المبادرة لبناء الدولة المغيبة وبين قوى كانت ولا تزال مستفيدة من الوضع التي كانت أساساً لا دولة، التي أمعنت في الفتك بالعراقيين وسرقتهم والضحك عليهم. تلك مواجهة قد تبدو لأول وهلة غير متكافئة لصالح الميليشيات، غير أنها ليست كذلك بعد اغتيال الهاشمي
الذي أطلق صيحة العراقيين كما لم يحدث من قبل. يقول الكاتب طالب السعدون: هيبة الدولة حلقات متواصلة متكاملة تبدأ من هيبة المواطن، فالهيبة لا تعني شيئا لمواطن لا يجد قوت يومه أو يعيش فوق دون خط الفقر أو يعيش متوجسا من إطلاقة طائشة أو من مرض لا يملك ما يمكنه أن يتعافى منه أو يدفع الفقر أطفاله إلى ترك المدرسة والنزول إلى الشارع للعمل بما لا يتناسب مع أعمارهم وبراءتهم أو يضطر للهجرة والاغتراب. يتردد كثيرا مصطلح هيبة الدولة بشكل يتداخل عند البعض مع سلطة الحكومة وهي السلطة التنفيذية، وكأن الاثنين بمعنى واحد، ويمكن تبسيط الصورة أكثر بإرادة نماذج توضح الفرق. خذ مثلا فساد الموظف عندما يقبل رشوة أو يختلس أو يتلاعب بالمال العام أو سوء إدارته لمسؤوليته، كل ذلك يحسب على الحكومة لأنه يمثلها سواء كان وزيراً أو بأي عنوان آخر. وكذلك تخلف الخدمات تتحمله الحكومة أيضاً بسبب تلكؤ الإدارة في هذه المؤسسة أو تلك أو فسادها، وقس عليها كل عمل تنفيذي على مساحة البلاد لا تقوم به الحكومة على الوجه الأفضل، فهو يفقدها ليس هيبتها فقط وإنما مبرر وجودها، ويضطر المواطن للاعتراض عليها والخروج ضدها لإقالتها أو إصلاح الخلل. أما الدولة فهي كيان قائم، وتقاس هيبتها في قدرتها على صيانة حدود البلاد والسيادة وحماية شعبها في الداخل والخارج على حد سواء. والحكومة تتكون من أفراد بدءا من رئيسها وأعضاء حكومته وإلى أصغر موظف فيها في أبعد قرية، وهم متغيرون ويخضعون للمساءلة والحساب بموجب الدستور إن لم يقوموا بواجباتهم بصورة صحيحة. أما الدولة فهي ثابتة وهيبتها في دستورها ومؤسساتها وحدودها وسيادتها على أرضها وأجوائها، وقد لا يحضر في ذهن المواطن الفرق بين الاثنين بقدر ما تحضر رؤيتهما له، فهو يراهما متداخلين. ويضيف السعدون: ألا يمثل ذلك إهانة للإنسان قبل الدولة، الأرض وكل ما عليها بما فيها مؤسساتها تأخذ لونها من إنسانها تتعافى بعافيته وتضعف وتمرض باعتلاله، لكنه لا يمنع حبه واحترامه لها دون أن تؤمن حياته عليها بكرامة، فهو عندما لا يجد كرامته في أرض يهاجر إلى غيرها إلى أن يجد ضالته، وأرض الله واسعة. وفي هذا المضمون يقول الإمام علي عليه السلام: الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. يقول الكاتب سهيل كيوان: سوف يأتي يوم وتعتذر أمريكا لشعوب حاصرتها وأفقرتها ولشعوب دعمت جلاديها أو دمرتها مباشرة بآلتها العسكرية الهائلة ونهبت خيراتها. إسقاط تماثيل تجار العبيد كان مفهوما واضحا، كذلك إسقاط تماثيل رؤساء سمحوا ببقاء القوانين العنصرية، ولكن من الذي يجب أن يعتبر من إسقاط تمثال كولومبوس؟ إنهم أولئك الذين لا ترمش أعينهم ولا وهم يقتلعون السكان الأصليين ليحلوا في مكانهم لأولئك المنتشين بخمرة القوة وبضعف الآخرين وقلة حيلتهم. الانتفاضة الأمريكية تحلق بعيداً، أعمق وأبعد بكثير مما ظهر على سطح بدايتها، فمن احتجاج على عنف الشرطة ضد رجل أسود إلى رفض لكل مظاهر العنصرية ضد الملونين، ثم ضد الفقر والتوزيع المجحف للثروات، ثم إلى تاريخ الاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية العرقية التي ارتكبت ضد السكان الأصليين من قبائل الهنود الحمر. في يوم السبت الأخير أسقط متظاهرون تمثالاً لكريستوفر كولومبوس في الماء في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وسبق أن أحرقوا تمثاله في مدينة ريتشموند عاصمة فيرجينيا. إسقاط تمثال كولومبوس يختلف في معناه عن بقية التماثيل، لأنه يعني الرفض الجذري للاحتلال وممارساته من أصلها، يعني رفض التطهير العرقي للقبائل التي سبقت الاستعمار الأوروبي لتلك البلاد التي أطلقوا عليها اسم أمريكا.
سوف يأتي يوم وتعتذر أمريكا لشعوب حاصرتها وأفقرتها، ولشعوب دعمت جلاديها أو دمرتها مباشرة بآلتها العسكرية الهائلة ونهبت خيراتها. إسقاط تماثيل تجار العبيد كان مفهوماً وواضحاً، كذلك إسقاط تماثيل رؤساء سمحوا ببقاء القوانين العنصرية. ولكن من الذي يجب أن يعتبر من إسقاط تمثال كولومبوس؟ إنهم أولئك الذين لا ترمش أعينهم وهم يقتلعون السكان الأصليين ليحلوا في مكانهم، لأولئك المنتشين بخمرة القوة وبضعف الآخرين وقلة حيلتهم. إنها عبرة. ويضيف الكاتب إنها عبرة لأصحاب نظريات الطرد والاقتلاع والمحو والضم وفرض سياسة الأمر الواقع، فالحساب سيأتي ولو بعد قرون. إسقاط كولومبوس يعني أن الاعتذار الأمريكي للشعب الفلسطيني آت وإن تأخر، وذلك على دعم هذه الدولة العظمى لاحتلال كولونيالي مارس في فلسطين ما لا يقل إجراما عما مارسه المستوطن الأمريكي الأبيض تجاه أبناء الوطن الأصليين في تلك القارة. يقول الكاتب سمير زين: لا شيء يشير إلى أن خطوة الضم أثرت بأي شكل على وضع الانقسام، وكأنها لا تتأثر بالوضع الداخلي الفلسطيني أو أن الانقسام بات من طبيعة الحياة السياسية الفلسطينية. الكل يتعايش معها ومعالجتها ليست مطلوبة لمعالجة الوضع الفلسطيني حتى قبل خطوة الضم. وتزيد الخطوة العدوانية الإسرائيلية من تأثير الانقسام على تشتيت العمل الفلسطيني في مواجهة هذه الخطوة. ساد الغموض الساحة الفلسطينية بشأن ما الذي ستفعله القوى السياسية بعد ضم إسرائيل أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية إليها، وكيف ستقاوم هذه الخطوة ارتباطاً بالهدف الوطني. لا تملك أي من القوى السياسية الفلسطينية تصوراً لليوم التالي، أي ليست هناك استراتيجية سياسية ستعتمدها السلطة الفلسطينية أو سلطة غزة أو فصائل العمل الوطني بكل طيفها لمواجهة الخطوة المرتقبة. لا تعد البيانات التي صدرت عن كل هذه الجهات عن أنها ردات فعل خطابية مشترة من زمن سابق على الفعل الذي ستقوم به إسرائيل، وسيشكل القرار الإسرائيلي انعطافة في الصراع. صحيح أنه لن يغير جوهره، لكن أثره سيكون كبيراً في تعزيز اقتطاع إسرائيل مزيداً من الأراضي الفلسطينية، وسيفتح شهية الاحتلال والمستوطنين على قضم الأراضي على قاعدة أن الضم المرتقب سيشرعن احتلال المناطق المضمومة، ما يجعل فرض وقائع جديدة على الأرض يصلح للشرعنة في ظل وضع فلسطيني في غاية البؤس مشرذم. طرفان رئيسيان مختلفان على كل شيء، لا يملك أي منهما تصوراً ليس للتصدي لخطوة الضم فحسب، بل ولا يملك تصوراً للمستقبل الفلسطيني أيضاً. أفقد هذا التفكك الوضع الفلسطيني مقومات مشروعه الوطني الواعد، فلا يمكن مواجهة المخاطر التي يعيشها الوضع الفلسطيني دون مشروع وطني. ويضيف الكاتب: الكل يرى العرب الفلسطينية بكل ركابها تسير باتجاه الهاوية، لا أحد من هؤلاء الركاب يفعل شيئا من أجل فرملة العرب التي تسير بسرعة كبيرة إلى الهاوية. وإذا ترافقت خطوة الضم مع غياب الرئيس عن الساحة، ستنشغل الساحة الفلسطينية في الخلافة وتنسى الحلقة المركزية في الصراع والتي حددتها لنا إسرائيل بكل وضوح، إنها الاحتلال أولا وثانيا وعاشرا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.